انتهت الانتخابات الأوروبية دون أن نشهد تسونامي اليمين المتطرف الذي توعد به المراقبون، ومما لا شك فيه أن هذا التيار حقق تقدما في بلدان مثل إيطاليا وحل في المركز الأول في فرنسا دون أن ينعكس ذلك في حجمه داخل البرلمان الأوروبي، إلا أنه فشل في تحقيق تقدم حقيقي في العديد من بلدان الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وإسبانيا. وفي نهاية الأمر ارتفع عدد نواب اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي من 151 نائبا إلى 171 من أصل 751 نائبا عدد أعضاء البرلمان. ويرى المراقبون أن نسبة التصويت في فرنسا والتي تجاوزت 50% للمرة الأولى منذ 20 عاما تؤكد ظاهرة بدأت عام 2015 مع زلزال البريكسيت وانتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وبرزت في مختلف استطلاعات الرأي، وهي الظاهرة التي يصفونها بعودة رجل الشارع الأوروبي إلى فكرة أوروبا، خصوصا مع تفاقم أزمات خاصة بالمناخ، الهجرة والإرهاب، ما أزمات تصعب مواجهتها على المستويات الوطنية بصورة منفصلة. ويبدو أن هذه الظاهرة كانت وراء تراجع الكثير من أحزاب اليمين المتطرف عن دعوتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا التغيير لم يكن كافيا على ما يبدو لطمأنة الناخبين الأوروبيين تجاه هذا التيار. على الضفة الأخرى، وما أن ظهرت النتائج حتى سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بروكسل للقيام بسلسلة من المفاوضات تجمد عمليا عمل البرلمان على ما كان عليه، وبعد أن كان اليمين التقليدي والاشتراكيون أكبر كتلتين تمارسان عملية تفاوض مستمرة لفرض القرارات المختلفة على البرلمان بفضل أغلبية آلية وفي إطار صيغة توافقية لم تؤدي إلى أي تطوير أو تغيير، وتترك السلطة الحقيقية بالتالي في يد اللجنة الأوروبية، أي في يد هيئة بيروقراطية غير منتخبة. الجديد وما يحاول ماكرون القيام به لا يتجاوز ضم الكتلة الليبرالية حيث يوجد نواب حركته، بحيث تجري التفاهمات البرلمانية التقليدية بين ثلاثة أطراف اليمين والليبراليين والاشتراكيين هذه المرة، مما يعني عمليا أن القرارات ستصبح أكثر عمومية وتعزز بالتالي سلطة موظفي اللجنة الأوروبية الذين يتبنون مفاهيم شديدة الليبرالية فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، ويتمتعون بسلطة فرض قرارات هامة على كافة الدول الأعضاء. ويؤكد أصحاب القرار على المستوى الأوروبي على مواصلة السياسة ذاتها دون أي تغيير حقيقي يأخذ في عين الاعتبار سلسلة الأزمات الاجتماعية التي تجتاح أوروبا والتي عبرت عنها السترات الصفراء أفضل تعبير. في الوقت ذاته تكشف دراسة أخيرة أن حوالي 38% من الشباب الأوروبي يريدون قيادة قوية قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها بصرف النظر عن البرلمانات والمسارات الديمقراطية حتى وإن كانت هذه القيادة عسكرية.